بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع إلى كتاب ديالليغ إي كومبخوندر. طبعا استكملنا هذه الصفحات متعلقة ب لا لاتر إكس كما رأينا. بور انستون نو زالون فواغ ليستواغ دي بوتي غارسون باريسو. روغاردي لو سور ليماج، نو زالون فواغ ليستواغ دو سيت انفون افيك le petit veau. L'histoire du petit garçon paresseux. L'histoire du petit garçon. L'histoire du petit garçon paresseux. Il est écrit en قصه الطفل الصغير paresseux الكسول. Paresseux الكسول. كسول الذي لا يريد ان يفعل شيئا. L'histoire parle aussi d'un petit veau. إذن القصه تتحدث ايضا. L'histoire parle aussi. القصة تتحدث أيضا d'un petit veau. Regardez-le. Le petit veau. يعني نتكلم عن عجل صغير. Qui aurait bien voulu aller à l'école. Qui aurait bien voulu aller à l'école. الذي كان يريد بشكل جيد. الذي كان يريد بشكل جيد. Aller à l'école, أن يذهب إلى المدرسة. يعني أنه كانت له رغبة كبيرة للذهاب إلى المدرسة. إذن الذي كان يتمنى بشكل كبير aller à l'école, الذهاب إلى المدرسة. إذن كما قلنا l'histoire parle aussi d'un petit veau qui aurait bien voulu aller à l'école. Le petit garçon paresseux c'est Alain. Alain est un petit garçon paresseux, il ne veut pas apprendre à lire. Il ne veut pas apprendre à lire. Idem, Alain est un petit paresseux. Idem, Alain, هو صغير كسول. Idem, هو واحد كسول صغير بمعنى آخر. Un petit paresseux. كمان نتكلم عن كسول صغير. Alain est un petit paresseux. Il ne veut pas apprendre à lire. Il ne veut pas. D'abord, là, dans le verbe vouloir au présent. D'abord, qui est dans la négation. Iden, il veut, yani ou yurid. Il ne veut pas, ou la yurid. Iden, ou la yurid, apprendre, ta'alluma, à lire, l'il-qira'a. Ou ma barish, ta'allum, iqra. Il ne veut pas apprendre à lire. Il ne veut pas apprendre à lire. À l'école, في المدرسة. Il s'ennuie. Il s'ennuie. طبعا le verbe ennuyer يعني أزعج. Il s'ennuie يعني أنه ينزعج. Il s'ennuie يعني أنه ينزعج. إذن بذهابه للمدرسة يكون عنده انزعاج. إذن هذا يسبب له انزعاج. Il s'ennuie هو ينزعج. Comme c'est fatigant d'écrire. كم هو متعب. كم سي فاتيغون. كما نقول هنا كم انه متعب. سي فاتيغون. هنا عندنا سي فاتيغون. كما نقول سو اي فاتيغون. عندنا هنا هاد السي الاصل ديالها سو. طبعا كما تنشوفو لا كونجيغيزون دو فيرب اتر مع ايل او ال او اون. اذا نصرف طبعا اتر مع ايل مثلا، اذا غيعطينا هاد اي. نقول جو سوي، توي، إيلي، إيلي. إذا عندنا هاد أي. سو أي. إذا كما نقول هذا كونه فاتيغون. فاتيغون يعني متعب. نقول عن شيء بأنه فاتيغون يعني أنه متعب. هذه طبعا تأتي من فعل فاتيغي. فاتيغي كما نقول أتعب. إذا كوم سي فاتيغون، كم هذا هو متعب. ديكخير، دو إكخير للكتابة، يعني بأن يكتب الإنسان. دو إكخير، ديكخير. طبعا بنفس الطريقة عندنا دو إكخير. لو فيرب إكخير كومونس باغ إين فويال اللي هي أو اللي عندنا هنا. إذا هنا طبعا غنحدف واحد أو ونضع أبوستروف. إذا كوم سي فاتيغون ديكخير، كم هو متعب أن تكتب. كوم سي فاتيغون ديكخير. كوم سي فاتيغون ديكخير، كانت تتعبه الكتاب.
طبعا ألا كان يعتبر الكتابة شيئا متعبا كوم سي فاتيغون ديكخير كونت إل غونتر أ لا ميزون عندما هو يعود إلى المنزل كونت إل غونتر أ لا ميزون عندما يعود للمنزل إل فا سو بلاندر أو بوتي فو إل فا سو بلاندر إل فا هو يذهب سو بلاندر لو فيرب سو بلاندر يعني فعل اشتكى إذن هو كان تيمشي عاد العجل يبقى يشكي عليه إذن إل فا سو بلاندر أو بوتي فو إذن هو يذهب ليشتكي أو بوتي فو عند العجل الصغير عند العجل الصغير إذن تيمشي عدد العجل ويبقى يشكي عليه Tu as de la chance. أنت عندك الحظ. Tu as de la chance. أنت أيها العجل محظوظ. أنت عندك حظ. Tu ne fais rien. Tu ne fais rien. أنت لا تفعل شيئا. Tu te reposes. Tu te reposes. طبعا عندنا لو فيرب سو روبوزي يعني فعل استراحة. Tu te reposes. أنت تستريح. أنت تبقى مريح مع راسك. Le petit veau ne répond pas. Le petit veau ne répond pas. إذن العجل الصغير ne répond pas. لا يجيب. طبعا نتكلم الحين عن la réponse. La réponse, الإجابة أو الجواب. هنا عندنا le verbe répondre. عندنا le verbe répondre. Répondre à la question. أجاب عن السؤال. Le petit veau ne répond pas. إذن العجل الصغير لا يجيب. Mais il remue les oreilles. Mais il remue les oreilles. ولكن هو يحرك الأذنين. عندنا لو فيرب رومي عنده بزاف ديال المعاني. من أنك تنقل شيئا على الأرض إلى مكان آخر. منها مثلا أنك تحيي ملفا يعني قد نسي تذكر بملف ما بقضية ما. إذا نتكلم على لو فيرب رومي. ومن أيضا أنك تحرك شيئا إلى غير ذلك. إذن طبعا لو فيرب رومي يمكن أنه يأتي في عدة معاني منها يحرك مثلا عندنا هنا ما الغومي لي زوغاي طبعا هو كان لا يجيب لكنه كان يحرك أذناه كلما تكلم ألا واشتكى عليه إذا العجل كان يحرك أذناه تي نو في غيان تي تو روبوز لو بوتي فو نو ريبون با مي الغومي لي زوغاي لو بوتي فو اي دوفوني ان غرو بوف Le petit veau est devenu un gros bœuf. إذن العجل الصغير est devenu. أنه أصبح. Le verbe devenir هذا فعل أصبح. يجب أن نفرق بين le verbe venir venir يعني فعل جاء ثم le verbe revenir يعني رجع ثم le verbe devenir يعني أصبح. إذن نتكلم عن le verbe venir فعل جاء il vient du marché il vient du marché يعني هو جاء من السوق ثم عندنا لو فيرب revenir il revient du marché هو رجع من السوق ثم عندنا لو فيرب devenir فعل اصبح il devient grand هو يصبح كبيرا le petit veau est devenu طبعا هنا عندنا لو بارتيسيب باسي دو فيرب devenir كما تنشوفوا devenu venir طبعا لو بارتيسيب باسي الخاص به هو venu ثم عندنا لو فيرب revenir مثلا لو بارتيسيب باسي الخاص به هو revenu كاين واحد التشابه فهاد لو بارتيسيب باسي الخاص بالافعال لو بوتي فو اي دوفوني ان غرو بوف اذن هاد العجل الصغير اي دوفوني انه اصبح ان غرو بوف ثورا كبيرا اصبح ثور كبير Un jour, au fioumine, son maître, yani Sayyidao, Sayyid al-Ijl, l'emmène dans les champs. Ya'khudu ila al-Hukoul. Au fioumine, Sahib al-Ijl, akhadao, wajarrao ila al-Hukoul. Le petit veau est devenu un gros bœuf. Le petit veau est devenu un gros bœuf. L'Ijl s'agir asbaha. ثورا كبيرا ضخما ان جور سو ماتر لي مان دون لي شون وفي يوم ما سيده اخذه الى الحقول il lui fait tirer une lourde charrue
الويفي الويفي ثم جعله تيغي يجر ثم جعله يجر الويفي تيغي ثم جعله يجر اللوغد شاغي محراتا ثقيلا جعله يجر محراتا ثقيلا طبعا في المؤنث نقول لوغد لوغد ثقيلة نضيف أ في المذكر نقول لوغ في المذكر نحذف أ خاصة بالتأنيث فعندئذ لا تنطق هذا الضي لوغ يعني ثقيل ألا في لوفواغ لو سواغ أبخي ليكول ألا في لوفواغ لو سواغ أبخي ليكول ألا عندئذ في جاء هنا عندنا لو فيرب فينيغ هنا عندنا فعل جاء ألا فيان إذن ألا يأتي لفوار رؤيته يأتي لرؤيته نقصد هنا ألا فيان فوار لبتيفو لبتيفو إذن ألا فيان لفوار إذن ألا يأتي لرؤيته لسوار المساء نقصد في المساء أبخي ليكول بعد المدرسة بعد أن خرج أله من المدرسة إذن هو بعد ما خرج من المدرسة جات يقلب عليه في وسط الحقول إذن كما قلنا ألا أن بوتي باريسو إل نو فو با أبخوندغ ليغ إل نو فو با أبخوندغ ليغ أليكول إل سينوي إل سينوي كوم سي فاتيغون ديكخيغ كونت إل غونتخ كونت إل غونتخ أ لا ميزون إل فا سو بلاندغ أو بوتي فو Tu as de la chance, tu ne fais rien, tu te reposes. Le petit veau ne répond pas, mais il remue les oreilles. Le petit veau est devenu un gros bœuf. Un jour, son maître les mène dans les champs et lui fait tirer une lourde charrue. Elle vient le voir le soir après l'école. Alors le petit veau qui est devenu un bœuf. Alors le petit veau, Hina Idin. Le petit veau, العجل الصغير, qui est devenu un bœuf, الذي أصبح ثورا, lui dit, قال له, يقول لأله. إذن هنا سيتكلم هذا الثور الذي كان عجلا. Alors le petit veau, إذن العجل الصغير, qui est devenu un bœuf, الذي أصبح ثورا, lui dit, يقول له. Tu ne veux pas apprendre à lire? أنت لا تريد تتعلم القراءة؟ Tu ne veux pas apprendre à lire, أنت لا تريد أن تتعلم القراءة. Tu trouves que c'est fatigant. Tu trouves que c'est fatigant. أنت تجد que c'est fatigant بأن هذا متعب. إذن أنت تجد القراءة والكتابة متعبة. أليس كذلك؟ أليس هذا الذي كنت تحكيه؟ Si tu veux. إذا أنت تريد عندنا لو فير فولوار إذا عندنا لو فير فولوار بحال اللي عندنا أنا تي نو فو با أبخوندغ أنت لا تريد أن تتعلم أليغ القراءة طبعا هنا عندنا في الأول كوم سي فاتيغون ديكخيغ كم هو متعب الكتابة إذا عندنا لو فيرب إكخيغ فعل كتبة ثم عندنا لو فيرب ليغ فعل قراءة Tu trouves que c'est fatigant, أنت تجد بأن هذا متعب. Si tu veux, إذا أنت تريد, يا ألاه, changeons de place. Changeons de place, tous les deux. فلنغير الأماكن. Tous les deux, كل الاثنين. المقصود, كلنا نحن الاثنين. إذا فلنتبادل الأماكن. أنا أذهب إلى المدرسة وأنت تصبح مكاني. وأنت تأخذ دوري كعجل سي تو فو إذا أنت تريد شانجون دو بلاس فلنغير الأماكن تو لي دو يعني كل اثنين نحن كلنا موا جيغي على ليكول أنا سأذهب إلى المدرسة طبعا عندنا هنا لو فيرب ألي مصرف في لو فيتور سامبل موا جيغي على ليكول أنا سأذهب إلى المدرسة جابخوندغي أ ليغ إي أ إكخيغ J'apprendrai à lire et à écrire. Ana sa'ata'allam. J'apprendrai. Taba'an adana le verbe apprendre au futur simple. J'apprendrai.
بحال جيغي جابخوندغي انا ساتعلم اليغ القراءه اي ا ايكريغ والكتابه وان اكتب وان اقرا اي توا وانت tu iras انت ستذهب هنا عندنا جيغي انا ساذهب tu iras انت ستذهب dans les champs انت ستذهب الى الحقول pour tirer la charrue من اجل جر المحرات الثقيل اذا اشنو تقول ماذا تقول يا ألا؟ أنت كنت تعتبر بأن القراءة والكتابة شيء متعب وكنت تعتبرني بأنني أنا لا أفعل شيئا وأنني مرتاح إذن تعال لنتبادل الأماكن أذهب أنا لأتعلم القراءة والكتابة وتذهب أنت لتجر المحرات الثقيل Alors le petit veau qui est devenu un bœuf lui dit Tu ne veux pas apprendre à lire Tu trouves que c'est fatigant. Si tu veux, changeons de place tous les deux. Moi, j'irai à l'école, j'apprendrai à lire et à écrire. Et toi, tu iras dans les champs pour tirer la charrue. Qu'est-ce que tu dis, Alain? J'attends ta réponse. Mada taqouli Alain, j'attends ta réponse. Ana amtadiro jawabak. Taban Alain, lan yufakira fi hada marratan ukhra. وسيتعلم القراءة والكتابة حتى لا يتعب في حياته إذا نستأنف في الفقرة القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله